السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مع طيبة، سررت بوجودكم معي اليوم. شكرا لرجوعكم لمشاهدة وصفة جديدة مع طيبة، شكرا لدعمكم لي، جزاكم الله كل خير. ومن ذا الذي لا يحب الوصفات السهلة بمقادير بسيطة والأهم أنها ناجحة؟ أنا متأكدة أن وصفة اليوم سوف تحبونها جدا. اقتراح اليوم سهل وبسيط وسريع أيضا. وصفة اليوم مكوناتها بسيطة جدا، غالبا ما تكون متواجدة في كل بيت. نخلط المكونات الجافة جيدا قبل إضافة المكونات السائلة. نخلط جميع المكونات جيدا حتى يصبح الخليط ناعما. نخلط مرة أخرى. نترك الخليط يرتاح مدة حوالي 10 دقائق. أضع الخليط بكل هدوء كما هو موضح في الفيديو. أحرك المقلاة حتى تتشكل لنا طبقة رقيقة من الخليط. نقلبها ثم نتركها تتحمر من الجهة الأخرى. نعيد نفس العملية في كل مرة. وكما تلاحظون الطريقة سهلة والأهم أنها ناجحة. في الطريقة الأولى وضعت شوكولاتة الطلي ثم نلفها بهذه الطريقة.
التزيين اختياري على حسب الرغبة إذا كنتم من محبين المكسرات أو الفواكه أو الاثنين معا. الطريقة الثانية، وضع صوص الكراميل مع الموز. هذه كانت وصفة اليوم، أتمنى أن تجربوها وتحبوها أيضا. لا تنسوا الانضمام إلى عائلة طيبة إذا لم تنضموا بعد. موعدنا في فيديو جديد ووصفة جديدة، اعتنوا بأنفسكم جميعاً، دمتم سالمين والسلام عليكم.